السلام عليكم. سمعت واحد ديسك مؤخرا كيقول لك اتيكا اتيكا وايدك لي ارك لي سيري مع سيري معايا يا البنيه وسيري مع داك الوليد زوين لا بغيتي يدي فين غادي بالدري سي محمد؟ عندنا الغنى في النفاق. كتلقى دابا مغني كيغني في عرس العروسه راه حالته خاصها موستاج تولي كتشبه القول ديال شباب بوزنيقه وبارك عليها. امل يا الورده وعليك يطيح ندى امل يا قطيب اللوز خليوها الدوز. علقت لي 400 قال لهم العزاره كلكم يا صروا سيدكم. داك علقت لي 1000 ريال كل قال لهم يا صروا عامل عماله عين السبع الحي المحمد. عندنا واحد اللعيبه عندنا كل مغني والمؤنث ديالو. عندنا ستاتي ستاتيه الداودي الداوديه صناجي صناجيه ود الحواجه اش غنديروا لي بنت مون الشوايه. شو الجسمي مني كان غليظ كان متقل عليه لو بوا ديالو كان كيغني بزز والله ما يسوى عايش الدنيا دونا. مني دار عملية الشفط ولا خفيف وليت كنسمع حبيبي برشلونة بموت برشلونة. لأن ما كاينش اللي كيقشني قد هذيك المشرملة ديال هيفاء وهبي الماري وعد عامر بالحويج وحلفت هي اللي لبستهم. واش كتغني يا بني الحلال؟ شو اللي كتغني على الحلال كيدير؟ واحد النهار مريح انا والوالد كنتفرجوا في واحد البرنامج وثائقي اتطلعوا فيديو كليب ديال نانسي عجرة اش كتغني؟ بتألم بتعذب شاف فيا الوالد قال يا سوريا ما حنينا معلم. زيد تيليكوموند بغيت نقلب قال لي الوالد حط هذيك التيليكوموند سير طلع لك توبتك سير تحفظ. واحد الحاجه اخرى انا كيبان لي هادشي ديال الفكاهه ما بقاش باين لي فيه غنقلب غنى في الفلوس. شو العلوات غنات يا مات استعمار حميد المرضي باقي كياكل بها الخبز لدابا. حنا كنعاودوا شي نكته في تيم سموعي نقص لك واحد من الله راه بطا داك القرع بغيت لك مصيبه. وانا من اليوم قررت غيولي سميتي الشاب يسار. الالبوم الاول حبك انتي وجابني بنار. السلام عليكم.